لما استطاعت راف الوصول للأراضي التي وطأتها أقدام النازحين، وصلت لقصص غابت عن مسامع العالم عقوداً من الزمن. طبعاً مشى على قدميه على الجبال هذا الرجل بهذا. كم عمره؟ عمره بالضبط؟ عمره 60 عام. عمره 60 عاماً. قتل أختاه وأخوه ونجا مع 11 شخصاً من أسرته يمشي على الجبال وقد قطعت يده بسبب أنه مسلم مؤمن موحد. هو من ضمن الآلاف يعيشون في هذه الملاجئ، لا أحد يأويهم ولا أحد ينصرهم في هذا الزمن. أعانك الله. الله يطول عمرك. أريد أن أسألك سؤال، لما خرجت من بورما وما الذي حدث حتى هربت أصلاً؟ شكرا مارش أذره تعرف سؤال قرد ده بورما ما دي كيوية ده تنيا ركي لاغي قرد يقول إيشا قرية في داخل الركن من قرية، وعندما كانوا يعني في القرية موجودين جاء الشباب البوذيين المسلحين وهاجموا على القرية فهم يعني فالسكان خرجوا من بيوتهم إلى الاتجاه الذي هم رأوا أمامهم. وبعد أن خرجوا من البيت هو لا يعرف عن حال أولاده وأطفاله، وهو خرج من قرية إلى مكان بعيد جدا. هو نجا يعني بنفسه. وين أولاده؟ هو لا يعرف أينهم، ولا يعرف أينهم، وهو ذهب إلى مكان بعيد جدا من مكانه. ومن هناك هو ذهب يعني ركب الزورق عن طريق البحر وجاءوا يعني عن طريق البحر إلى هذا المكان. إلى الآن ما يعرف، إلى الآن ما يعرف أين أولاده وأينهم. كم أعمارهم أولادك؟ أنا أن تعرف وين سندر بوي شو درشيل؟ أعرف دمر بكوري كوري بس أعرف هذا شو له وزار قهم دار بس أنا ما أدري ناس له. له خمسة أولاد وواحد بنت. الابن الأكبر عمره 18 سنة، والثاني هو 16، وهكذا بعد يعني بعد كل سنتين. هذا عمر أولاد يعني.